من الأخطاء اللي يرتكبها هالبناس هو اعتمادهم على نظام غذائي جاهز مش مخصص لهم. يعني حد من الأصدقاء زار أخصائي تغذية ودار برنامج غذائي خاص به، فناخذ هذا البرنامج ونطبقه على أنفسنا. كذلك الأمر بالنسبة لاستخدام الحبوب، لو حد من أفراد العائلة أصاب مرض فإن باقي أفراد العائلة يستخدموا نفس الدواء في حال إصابتهم بنفس المرض. وهذا من الأخطاء الشائعة بين الناس واللي يمكن أنها تسبب مضاعفات كثيرة فتراجع صحتهم بدل ما أنها تتحسن. لذلك مشاهدينا، يجب علينا أن نعرف لكل إنسان بنيته الجسمانية الخاصة ويختلف عن أي إنسان آخر. حلقة جديدة مشاهدينا أكيد من برنامج صحتك علينا، واليوم موضوع صحي مهم جدا، حنتكلموا عن مشكلة الربو. ما يتغير نظام حياة الصائم بحكم الصوم وبحكم تغير مواعيد النوم والاستيقاظ. عشان هيك ممكن يتساءل المرضى عن طريقة ونظام تناولهم الأدوية خلال الشهر الكريم. المرضى اللي يعانوا من الربو أو حساسية الصدر هم من بعض هالأشخاص اللي يطرحوا الكثير من الأسئلة حول طريقة صيامهم لرمضان وكيف ممكن يصيموا من دون ما تصير معاهم مضاعفات أو مشاكل صحية. لكن قبل ما نعرض الحلول اللي نقترحوها أو يقترحها الأطباء، لازم في الأول نتعرفوا على المشكلة وشنو المعاناة اللي يعانوا منها مرضى الربو بشكل عام. الربو عبارة عن مرض مزمن يصيب الإنسان نتيجة التهاب مجاري الهواء في الرئتين، الأمر الذي يقلل أو يمنع من تدفق الهواء إلى هذه الشعب الهوائية، مسببا نوبات متكررة من ضيق التنفس التي يرافقها صفير بمنطقة السطر. دلت بعض الدراسات على أن السبب يعود إلى عوامل وراثية أو عوامل بيئية كتلوث البيئة المحيطة وتلوث الهواء بدخان المصانع وعوامد السيارات. ولكن رغم ذلك، هنالك بعض العوامل التي قد تحفز حدوث الربو، مثل التدخين والحساسية ضد بعض الأشياء مثل المواد الكيميائية وريش الطيور وفرو الحيوانات وحبوب الطلع إلى جانب الغبار، بالإضافة إلى بعض الأطعمة أو السوائل أو المواد الحافظة. من العوامل التي يعتقد أنها تساهم في حدوث الربو الالتهابات الفيروسية للجهاز التنفسي وبعض الأدوية مثل الإسبرين ومضادات بيتا ومضادات الالتهاب غير الاستيرويدية، إلى جانب الانفعالات النفسية والتمارين الرياضية الشديدة. كما تعتبر التغيرات الهرمونية مثل الدورة الشهرية لدى بعض النساء ومرض الارتجاج المريئي، بالإضافة إلى الوزن الزائد والسمنة، أيضا من ضمن العوامل المساهمة في حدوث الربو. يعتمد الطبيب في تشخيص الربو بشكل أساسي على التاريخ المرضي، شاملا الأعراض وتكرارها ومسبباتها، ويأتي بعد ذلك الفحص السريري حيث يتم قياس وظائف الرئة من خلال فحص قياس التنفس. فمن خلال هذا الفحص يتم قياس مدى انقباض الشعب الهوائية، إذ يتم خلاله قياس كمية الهواء التي يمكن إخراجها بالزفير بعد شهيق عميق والسرعة التي يتم فيها هذا الزفير. كما يتم مقياس ذروة تدفق الهواء أو ما يسمى بيك فلو، وهو جهاز بسيط يمكن الكشف بواسطته عن تغيرات طفيفة قد تحصل حتى قبل الإحساس بالأعراض. كما يتم إجراء اختبارات الأداء الوظيفي للرئتين، والتي يتم إجراؤها قبل وبعد استعمال موسع للشعب الهوائية. فإذا طرأ تحسن على الأداء الوظيفي لرئتي الشخص الخاضع للفحص نتيجة استعماله موسع الشعب الهوائية، فمن المرجح أنه مصاب بالربو. من ضمن الاختبارات أيضا الفحص بالأشعة، إذ يتم استخدام أشعة X والأشعة المقطعية في تشخيص الربو، ويتمثل ذلك بتصوير الرئتين وتجويف الأنف. أيضا يمكن الكشف عن الربو من خلال اختبار الحساسية، إذ يتم اختبار الحساسية عن طريق الجلد أو الدم، ويمكن تحديد العوامل المسببة للحساسية، مثلا أن تكون من الحيوانات الأليفة أو الغبار أو العفن أو حتى غبار الطلع.
بشكل عام هذا ما يصير لجسم الإنسان لما يكون مصاب بمرض الربو، وبالتأكيد الموضوع مش سهل على المرضى لأنهم يصيموا شهر رمضان وهم يعانوا من هذه المشكلة. عشان هيك مشاهدينا دائما نأكد على موضوع استشارة الطبيب قبل صوم رمضان، وخاصة للمرضى اللي يعانوا من مشاكل صحية مزمنة أو مشاكل مفاجئة ممكن تصير وتظهر في شهر رمضان، زي موضوع الصداع اللي تكلمنا فيه في حلقات سابقة. ودائما زي ما يقولوا، معرفتنا للمشكلة والتشخيص الصحيح لها يساعد الأطباء في معرفة الأسلوب الصحيح في التعامل معها، وأكيد لإعطائها الخطة العلاجية المناسبة. عند بعض الناس ممكن يكون الربو مشكلة بسيطة، لكن ممكن يكون مشكلة كبيرة عند البعض الآخر وتمنع الشخص من ممارسة الأنشطة اليومية، حتى إن بعض النوبات الربو ممكن تكون مهددة للحياة. في الحقيقة إلى الآن مع الأسف ما تمش إيجاد علاج نهائي لمرض الربو أو حساسية الصدر، لأن الربو إجمالاً يتغير مع مرور الوقت، ومن هنا تجي أهمية مراجعة الطبيب كل فترة وخاصة في رمضان، لأن الأعراض ممكن تختلف وبالتالي يمكن تعديل نوع العلاج اللي بياخذ المريض وفق الحاجة. وخلونا نتعرفوا على أهم الأعراض اللي ممكن تظهر على الأشخاص المصابين بحساسية الصدر، بالإضافة للمضاعفات أمور تانية في هذا التقرير. مرضى الربو يمكنهم الصيام خصوصا وإذا كان المرض لديه مستقرا والأعراض خفيفة، إذ أن مرض الربو من الأمراض التي تستفيد من الصيام من خلال تحسين كفاءة الرئتين وسعتهما، حيث أن الصيام يقلل نواتج الفضلات الغازية مثل ثاني أكسيد الكربون، مما يؤدي إلى تنشيط الرئة وعملها بشكل أفضل. يوجد للربو عدة أنواع، فهناك الخفيف المتقطع، وفيه تكون الأعراض خفيفة تصل إلى يومين في الأسبوع وليلتين في الشهر. النوع الثاني هو الخفيف المستمر، وفيه تظهر الأعراض لأكثر من مرتين في الأسبوع ولا يقل عن مرة واحدة في اليوم. أما في النوع المعتدل المستمر فتكون الأعراض مرة في اليوم وأكثر من ليلة واحدة في الأسبوع. أما النوع الأخير من الربو فهو الشديد المستمر، وفيه تكون الأعراض على مدار اليوم وغالبا في الليل. لكن بماذا تتمثل هذه الأعراض؟ يعاني المصاب من مجموعة من الأعراض والعلامات كضيق التنفس وانقباضات أو آلام في الصدر أو حتى مشاكل في النوم، وذلك بسبب ضيق التنفس، وكلها أعراض لا علاقة لها بالصيام وتكون مشتركة إجمالاً لدى جميع المصابين بالربو. إذ يعاني المصاب أيضاً من سعال وصفير أو خشخشة يمكن سماعها عند التنفس، وقد تزداد حدة السعال أو الخشخشة نتيجة لإصابة مجاري التنفس بفيروس في حالات البرد أو الإنفلونزا على سبيل المثال. إلى جانب هذا، هناك مجموعة من الأعراض التي يقول المختصون أن ظهورها ينبئ بخطورة الحالة، كارتفاع حدة وتيرة أعراض المرض والهبوط في معدلات جريان الهواء القصوى التي يتم قياسها بواسطة مقياس السرعة القصوى للزفير. أيضاً الحاجة المتزايدة إلى استخدام الموسعات القصبية قد تدل على جدية الحالة، وهي أدوية تؤدي إلى فتح مجاري التنفس بواسطة إرخاء العضلات المحيطة بها. من الضروري أن يكون مريض الربو تحت المراقبة الطبية بشكل دائم لفحص ما إذا كانت ثمة حاجة لزيادة الجرعة الدوائية وتوقيت زيادتها، أو لاتخاذ إجراءات أخرى لمعالجة الأعراض أو حين اشتداد المرض، حتى تتم السيطرة عليه مجدداً. قد تشكل نوبات الربو الشديدة خطراً على حياة المريض، لذا لابد من التعاون مع الطبيب لتحديد ما يجب القيام به عندما تتفاقم العلامات والأعراض، إذ يمكن أن يحتاج المريض إلى علاج طارئ عندما تظهر العلامات الطارئة لنوبات الربو، كالتدهور السريع لضيق النفس أو الصفير وعدم التحسن حتى بعد استخدام جهاز استنشاق، وذلك كأن يعاني المريض من ضيق في التنفس عند القيام بأي نشاط بدني خفيف. لو كنت تعاني من السعال أو الصفير المتكرر اللي يستمر لمدة تزيد عن عدة أيام أو غير هذه العلامات وأعراض الربو، لازم تزور الطبيب
لأن العلاج المبكر للربو ممكن يؤدي إلى الوقاية من تلف الرئة على المدى الطويل والمساعدة في منع تفاقم الحالة بمرور الوقت. وإذا كنت تعلم أنك مصاب بالربو فمن الضروري التعاون مع الطبيب للسيطرة على الحالة، لأن السيطرة الجيدة بالتأكيد بتساعدك على المدى الطويل في الشعور بالتحسن من يوم لآخر، وقد تؤدي إلى الوقاية من نوبات الربو المهددة للحياة.